سلام بنات، اليوم غادي نديكم معايا لعيد ميلاد ديال واحد الوليد والجيران ديالنا. المهم هذا بديت لكم الاول، الهدايا اللي جابوا ليه الناس، هذه البينياتا دابا نهضر لكم عليها، وهذو التوزيعات ولا الهدايا اللي كيعطيو الدراري الصغار فاش كيكونوا غاديين. وهذا البوفيه، دارت لنا البوفيه ديال الفطور حيت العيد ميلادات ديالهم كيديروه من 10 ل 10 ونص ديال الصباح. المهم هادشي لا ينطبق عليه، مستحيل راه غنفيق ندير عيد ميلاد في الصباح، وما كيديروا عيد ميلاد في الصباح حيت ولادهم كيفيقوا بكري. فادي ما كيكون لي زانيفيرسير ديال الجيران لي زوروبيان ولا هذا لي زامريكان كيديروهم في الصباح. فوالا دوكو كاين غير دي كواسون، دي كاب كيك، دانون مع لي فخوي، وديك اللي فيها المونغ من فوق اورانج، هذيك راه المحمصه بالحليب والمونغ يا لاله. والحلوة ديال العيد ميلاد فوالا هي ديكوراسيون. المهم بالنسبه للدراري الصغار، هاد السيده اختارت انها تجيب لهم واحد لي زانيماتريس، وحده كترسم للدراري الصغار على الوجه ديالهم، يقولوا لها شنو بغاو وكترسم لهم. انا بنتي عملت فراشه، فرسمت ليها فراشه والفراشه بنتي ما صورتهاش. ومن بعد كاينه واحد الانيماتريس اخرى تبقى الموسيقى باش الدراري تلاو كيشطحوا شويه، وناتوندو يساليو زعما باش ما يبقاوش واقفين شادين نوبشهم هكا. ومن موراها فاش سالاو كلشي رسم في وجهو، فاش بدات ليهم الالعاب، بدات ليهم العاب ومسابقات، هي مسابقات للدراري صار اما مسابقات جماعيه ولا كل واحد بوحدو. بحال مثلا هذه ديال فاش كتلقى الموسيقى خاص الناس يشطحوا وتمشاو، ومع بقي اون فوا توقف خاصهم يبقاو جامدين. احمد جمد ما عرفتش كتعرفوا ولا لا، كنا كنلعبوا باش كنا صغار. ايوا هي هذه احمد جمد، اللي سالا كيربح واحد البيضه، دوك البيضات اللي فيهم العيبات الداخل. ابخي هذه واحد اللعبه ديالنا داروها لينا حنا الكبار والصغار، كان خاصنا نلصقوا المقابط ديال نشير لولادنا في حوايجهم، والوليد اللي عنده اكبر عدد ديال المقابط كيربح عاوتاني اون سوربريز. داروا لهم هذه ديال الحبال، الفرقه اللي جرات الحبال هي اللي رابحه. المهم داروا لهم بزاف ديال لي زاكتيفيتي باش عيد ميلاد ديال الدراري الصغار باش يتلاهاو وصافي. المهم ابخي الالعاب داروا هذيك البينياتا، هذيك البينياتا هي واحد الحاجه مكسيكيه كيديروها نورمالمون، جات من المكسيك، كيصايبوها بالكرتون فورم ديال على حساب كره بحال هادي، على حساب تيم ديال لانيفيرسير، وشي حاجه اللي كيشدوها كيعمروها بالفانيل، والدراري كيبقاو يضربوا فيها، وبقى كيهبط ليهم الفانيل كيتشد. هذه صايبتها جارتي نقول لكم 350 ريال قطريه بلا الفانيل، خاويه بعشرتها 350 اللي هي ما يعادل يا لاله شي 850 ولا 900 درهم مغربيه. وابخي شريت الفانيل وعمرتها. صراحة انا كنستخسر الفلوس في هادشي بعيد ميلاد بنتي، درتها لها مع هادي بحال ولات عندنا عاده في العماره، ديما كنديروا هاد البينياتا. و شو الدراري فرحانين بالفانيلات كيجمعوا، فنصايبها لراسي، صايبتها لراسي صراحه. هذه الحلوه ديال الميلاد، هو كان عنده ماستر كار وهذوك الطوموبيلات شتهم كبار، وعنده الحلوه على حساب الدم. وبخي سالات الحفله فعطاونا الهديه تذكاريه للدراري الصغار، هاد العيبه ديال هذوك النفاخات ديال الماء، البيضه هذيك البيضه سوربريز، هادو لي زوكولون، هادوك الملصقات، وابخي هذيك الورقه اللي غولي غير واحد الرسمه باش ابخي لونوها في الدار. وفوالا.